تسأل عن حكم قراءة قصص الجيب، القصص المعروفة التي تبنى على الخيالات وعلى الرعب إلى غير ذلك. أنا أود أن أقول لإخواني وأخواتي ولأولادي وبناتي بأن الوقت نعمة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، وقيمة غالية جدا، يعني كثير من الناس لا يدرك قدر هذه النعمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني الفراغ عند أولادنا نعمة كبيرة، وقد يتحول هذا الفراغ إلى نقمة إن لم نوظف هذا الفراغ توظيفا صحيحا، قد يتحول إلى نقمة. الفراغ، وخلي بالكم من التأصيل، أنا بقوله ده بينقسم إلى ثلاثة أقسام: فراغ قلبي، وفراغ عقلي، وفراغ نفسي. الفراغ القلبي هو فراغ القلب من الإيمان، فراغ القلب من الإيمان، من الخوف، من الخشية، من التفويض، من الرجاء، من التوكل، إلى غير ذلك من المعاني الإيمانية الجميلة. إذا فرغ القلب من الإيمان أصبح صاحب هذا القلب فريسة سهلة جدا للشهوات وللشبهات. يبقى لابد من أن نملأ فراغ قلوبنا الإيماني بتجديد الإيمان في القلب، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يبقى عاوز أحرص على أن أشحن دائما وأن أجدد دائما الإيمان في قلوب أولادي، وذلك بحث الأولاد على عمل الطاعات وعلى عمل الصالحات وعلى عمل الخيرات. يعني على سبيل المثال، بدل ما حضرتك كوالد كل مرة تخرج أنت الصدقة بيدك، لما لا تدرب الولد على أن يفعل ذلك؟ المبلغ اللي حضرتك هتطلعه أو ستخرجه لله تبارك وتعالى أعطيه الولد: خد يا ابني خرج الصدقة للأم دي وللوالد ده، طب يلا عارف البيت الفلاني اذهب إليه، وتذهب بالسيارة وتقف أنت وتنزل الولد، ما شاء الله. يبقى أنت بتنمي وبتجدد هذا الجانب الإيماني في قلب الولد، هذه مسألة في غاية الأهمية بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى تجديد الإيمان في القلب، وإحنا أصلنا قبل ذلك أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ده كلام جميل. الجانب الثاني أو القسم الثاني هو الفراغ العقلي، وده اللي أنا عاوز أقف عنده بقى، للأخت الفاضلة يعني سألت عنه، الفراغ العقلي. كلام جميل، في فراغ عقلي. طيب أنا عاوز أشحن هذا الفراغ العقلي، لابد أيضا أن أنتقي ما أسد به هذا الفراغ العقلي عند أولادنا وبناتنا. لذلك أنا أخاطب الآن أولادي وأخاطب بناتي، يعني بأي شيء تملأ فراغ عقلك؟ بهذه الخيالات التي لا وزن لها ولا قيمة، لن تستفيد منها حقيقة علمية، ولن تستفيد منها حقيقة لغوية، ولن تستفيد منها شيئا يقربك من رب البرية سبحانه وتعالى أو يعرفك على سيد البشرية. لكن في كتب علمية اقرأ، لا منع، لا منع أبدا. اوعى تتصور ان انا عاوز اقول لك ان ال 24 ساعة يبقى قراءة القرآن وقراءة التفسير او قراءة كتب دينية، لا، الا اقول لك ذلك؟ من فعلت ذلك فهذه نعمة وهذا خير عظيم وفضل كبير، لكن لا ألزمك بذلك، لأن النفس جموح، قد يسأم الإنسان وقد يحتاج إلى شيء من الترويح. كيف يعني لا أقول ذلك وقد احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى مثل ذلك، كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. حنظلة الأسيدي حين لقيه الصديق رضي الله عنه يوما فقال له: كيف حالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نافق حنظلة يا أبا بكر. يعني إيه؟ يعني بيقول له بأنه وقع في النفاق. معقول الكلام ده؟ نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما ذاك؟ قال: بنبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين أو رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة والنار رأي العين. فإذا عدنا إلى بيوتنا فنبكي وتخضل لحانا من البكاء، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. لا إله إلا الله.
فقال له أبو بكر والله إنا لنجد مثل ذلك، يعني أنا كمن واقع في المسألة دي. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره حنظلة بما قال لأبي بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. يعني ساعة بس، خلي بالك بقى، مش ساعة لقلبك وساعة لربك زي ما الناس بتقول، ولا ساعة لقلبك وساعة لربك. ساعة لقلبك يعني ايه؟ يعني فرفش وغني او اسمع المعصية او شوف المعصية او الى اخره، وبعدين خلي الساعة التانية يا سيد المساجد. لا مش ده. ساعة لقلبك بمعنى بنص الحديث عافس الزوجة، يعني داعي بالزوجة وداعي بالأولاد، وانشغل بالضيعات. الضيعات يعني ايه؟ يعني التجارات والأموال، بنص الحديث. ساعة وساعة، يعني ساعة خليك في الدنيا وساعة خليك في الآخرة. ما بقولكش 24 ساعة في المسجد إطلاقا. فعشان كده بقول لحضرتك الفراغ العقلي بما تملأه، املأ الفراغ العقلي. إن ملأت الفراغ العقلي بقراءة كتب التفسير، بقراءة كتب أهل العلم، هذه الكتب التي تجدد الإيمان في قلبك، هذه الكتب التي تجدد البصيرة عندك، جميل جدا. طيب يا عم الشيخ، ما أنا ما أقدرش، أنا 24 ساعة هقعد أقرأ كتب دينية، أقرأ لابن القيم وأقرأ ابن رجب الحنبلي وأقرأ. لا ماشي ما فيش مانع أبدا يكون عندك دورة في الكمبيوتر، لا مانع، ما فيش مانع أبدا يكون عندك دورة لتقوية اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، لا مانع. ما فيش مانع أبدا تجعل ساعات أخرى لقراءة كتب علمية في أي تخصص من التخصصات التي تهواها أيها الابن الحبيب وأيتها البنت الغالية، لا حرج. لكن أرجو أن تملأ هذا الفراغ العقلي بما تنتفع به في دينك ودنياك، بما تستفيد به في الدنيا والآخرة. املأ هذا الفراغ العقلي بما ينفعك في دينك ودنياك، بما تستفيد به في الدنيا أو في الآخرة. يعني عمل تستفيد به في أمور الدنيا، أو عمل يقربك من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فأنا أنصح أولادي هذه الكتب المبنية على الخيالات التي لا يستفيد منها الوالد من أولادنا، بل وأنا أعي ما أقول، لأنني تعمدت قراءة بعض هذه القصص من فترة طويلة لأتعرف، وتعمدت أن أتابع بعض مواد الكرتون التي تقدم لأولادنا لأتعرف ما الذي يقدم لأولادنا وماذا يقدم لبناتنا. بل أقول بملء فمي وبكل ثقة، هذه القصص قد تقدم لأولادنا من المعلومات المغلوطة والمقلوبة ما يشوش العقيدة الصحيحة، وما يشوش العبادة الصحيحة، وما يشوش على الدين الصحيح. نعم، يجب على أولادنا أن ينتبهوا لهذا. ربما تقدم لهم في هذه القصص وعبر هذه الأفلام الكرتونية من المواد ما تصطدم، أي تلك المواد اصطداما مباشرا مع ديننا وأخلاقنا وعقيدتنا. ومن تابع منكم يعلم ذلك، وكثير من أولادنا العقلاء الذين يدركون ما يقرؤون يفهمون ما أقوله الآن. فأنا أنصح أولادي ألا يشغلوا الأوقات بمثل هذه التفاهات، وإنما اشغلوا الأوقات بعمل تستفيدون منه للدنيا، وبكررها مرة ثالثة، للدنيا أو للدين. احنا مش يعني يقول لك لا، احنا عاوزين يبقى أولادنا على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية، على أعلى مستوى من الكفاءة الثقافية، على أعلى مستوى من الدين والإيمانيات. لا حرج على الإطلاق أن تجعل لنفسك وقتا لتقرأ فيه في أي جانب. يعني أنا أهوى مثلا أن أقرأ في جانب علم النفس، لا علاقة له بقراءة الكتب الدينية، أقرأ فيه، بل أهوى ذلك، لا حرج على الإطلاق. بعض الطلاب يهوى أن يقرأ في يعني أي مواد أخرى كمادة الكمبيوتر مثلا، أو كل ما يتعلق بالكمبيوتر، أو كل ما يتعلق بالبرامج الكمبيوتر، أو تصنيع أو إعداد هذه البرامج إلى غير ذلك. فلا حرج على الإطلاق، لكن أرجو ألا تدخل عقلك إلا ما تنتفع به في دنياك وفي دنياك وأخراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يربيهم لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.